المراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين. هذا الرجل العظيم الذي صنع التاريخ فخلدته الذاكرة، أستحضر معكم هنا مقطعا من الرسالة التي وجهها إلى عائلته، قال فيها: إنما الموت في سبيل الله حياة لا نهاية لها، وما الموت في سبيل الوطن إلا واجب. هي كلمات قالها سحمدة، كلمات عظيمة من رسالة خالدة كتبها زبانة من بمداد الفخر والإكبار، وتحمل بين حروفها قيم الإيمان بالله جل وعلا والاعتزاز أيضا بالوطن. الذكرى التي تصادف اليوم إعدام الشهيدين أحمد زهانة المعروف بزبانة وفراج يوم 19 جوان 1956 بمقصلة الاستعمار الفرنسي. هذه الآلة الجهنمية التي صنعها الاستعمار والتي لم تخفهم ولم تخف كل الذين ارتقوا شهداء من أمثالهم. جدنا ما كاينش كيفنا هكذاك، كانوا كيجوا يديروا شميز اسمها شميز دي فورس، ما يقدر لا يتخبط له يلبسوا شميز اسمها شميز دي فورس، غير راسه يبان كيما كيجي طالع. ما لا راح الرجال من سلك الجهة هذا كيعيطوا له يخرج كيما يقول بقى على خير يا الخوان.